ريف دمشق. براء، حدثنا عن القلمون وتحديدا تحرير مرصد الجبه. نعم، صباح الخير. صباح الحقيقه ما النور. زالت هناك معارك بين كمائن لجيش الحر، وهذه الاستراتيجيه الجديده التي اتبعها عناصر الجيش الحر والثوار في مناطق القلمون بعد سقوط بلده يبرود منذ اكثر من 3 اشهر. المعارك ما زالت محتدمه في اكثر من جبهه، وخصوصا على محور رنكوس وعلى محور عسال الورد وايضا مدينه افليطه. تمكن الثوار في 24 ساعة الماضية من نصب عدة كمائن، تم مقتل 9 قتلى من عناصر حزب الله اللبناني والقضاء عليهم على أيدي الثوار في منطقة الجبة في القلمون الغربي في عملية مرصد الجبة، وتم التي تم نعيهم رسميا من قبل قيادة حزب الله براء، في اللبناني الحديث على عن صفحاته قتلى حزب الرسمية الله، يعني في الأيام الأخيرة لاحظنا أنه على الفيسبوك. دائما، اسمح لي براء، في الحديث عن قتلى حزب الله، في الأيام الأخيرة لاحظنا أن كل القتلى الذين قضوا في القلمون كانوا من حزب الله وميليشيا أبو الفضل عباس. يعني السؤال المطروح هنا، هل انسحب النظام من القلمون وترك المعركة لهذه الميليشيات القادمة من الخارج؟ نعم، لا يخفى على أحد مشاركة حزب الله وميليشيات عراقية ولبنانيه وجنسيات متعدده بالقتال الى جانب النظام وقتل الشعب السوري، وتحديدا في القلمون كانت يعني منذ معركه يبرود ومنذ المعارك بخعه وغيرها من القلمون الغربي ومعلوله وغيرها من المعارك، كانت الاغلبيه هي لبنانيه، وجميع محطات اللاسلكي كانت تلتقط جميع اللكنات واللهجات اللبنانيه التابعه لحزب الله اللبناني، وهذا لم يعد يخفى على احد، وهناك توثيقات وتصوير لجميع هذه التوثيقات التي تثبت وتدين ان حزب الله وميليشيات لبنانيه وعراقيه تشارك في قتل الشعب السوري في القلمون وفي الغوطه الشرقيه وفي معظم الجبهات وحتى في الشمال السوري. عرف ايضا نعم، كثير من اشكرك المجموعات براء عبد المسلحه التابعه الرحمن، لحزب الله اللبناني. نعم. الناشط الاعلامي براء عبد الرحمن، حدثتنا من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك. أدى انفجار في أحد الفنادق بمنطقة البحصة وسط العاصمة دمشق إلى مقتل 7 من قادة ميليشيا أبو الفضل العباس الشيعية العراقية، كانوا مجتمعين